الله عز وجل جعل في جسمنا خلايا تستطيع التكاثر، وهذه الخلايا قد تتكاثر بشكل غير مسيطر عليه، فتصبح قادرة على اختراق الأنسجة وتدميرها، وهذا ببساطة هو السرطان. إليكم 5 أشياء موجودة بكل مطبخ تسبب السرطان، ولكن قبل البدء يرجى إيصال الفيديو 10,000 لايك. أولاً، الزيوت المهدرجة. هدرجة الزيوت هي عبارة عن عملية يتم بها تحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة المختلفة إلى دهون صلبة بواسطة إضافة الهيدروجين. تتواجد معظم الزيوت المهدرجة في الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، ومن بينها والأكثر استهلاكاً نجد السمن، المارجرين، الخضار المفرزة، الأطعمة المعلبة، المخبوزات والنشويات، المعجنات الجاهزة للاستخدام، الأطعمة المقلية، الحليب الصناعي أو مبيض القهوة. ثانياً، السكر الموجود في المشروبات الغازية بالإضافة للألوان الصناعية الموجودة فيها. ثالثاً، المواد الحافظة ومنها E22، مادة حافظة موجودة في الطبيعة وتحضر كيميائياً بحرق الكبريت، تستخدم في العصائر والفواكه والخضروات المجففة، المربى، عيش الغراب المجمد، السجق، اللحوم المصنعة، المشروبات الكحولية وكثير من المنتجات الغذائية الأخرى. رابعاً، الأطعمة المعدلة وراثياً هي تلك التي يتم فيها الدمج بين أكثر من مكون من أجل الخروج بمنتج جديد غير مألوف، مثل أن يكون حجمه أكبر، مدة صلاحيته أطول، أو ليقاوم الآفات. ويتم عادة تعديل الخضروات والفواكه وراثياً مثل الخيار والبندورة وغيرهما. وأكثر المواد المعدلة وراثياً القمح والصويا والذرة. بمعنى آخر، يتم تعديل التركيبة الوراثية لها عن طريق إضافة جينات لها. خامساً، الفشار الذي يوضع في الميكروويف. موجات الميكروويف لا شك لها الكثير من الأضرار المعروفة منذ أن بدأ استخدام هذا الجهاز، إلا أن طهي الفشار بداخل الميكروويف خطير ومضر، خاصة عندما يطهى داخل أكياس تحتوي على بعض المواد الكيميائية والدهون التي تمنع التصاق حبات الفشار في الكيس، أو تعمل على عدم خروج الهواء من الكيس. كيف أقي نفسي ضد السرطان؟ أولاً، امنع السكر، لأن الخلايا السرطانية طعامها الوحيد الجلوكوز. ثانياً، تجنب المسرطنات التي تم ذكرها. ثالثاً، مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة مثل التوت بأنواعه والفراولة، الزبيب، البروكلي، الشوكولاتة الداكنة، المكسرات، الطماطم وغيرها. رابعاً، قلل الضغط العصبي، لأنه يسبب زيادة في الكورتيزون وبالتالي يقلل المناعة. خامساً، الثوم يقتل الخلايا السرطانية. سادساً، الكركم، إذ يمنع تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.